مرحبا، رح نعمل مع بعض وصفة دجاج التندوري. أول إشي بدنا نص كيلو من صدور الدجاج المقطعة بهذا الشكل، بدنا مربعات صغيرة، بدنا 3 معالق كبار لبن، معلقتين كبار زيت زيتون، والبهارات التالية: ربع معلقة صغيرة فلفل، معلقة كمون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ثوم باودر، ومعلقة صغيرة تومة مدقوقة، معلقة صغيرة من بودرة الكاري، معلقة صغيرة كزبرة ناعمة، معلقة صغيرة زنجبيل، معلقة صغيرة بابريكا حلوة، وربع معلقة بابريكا الحادة أو الحرة. يعني هون عنا نص ثمرة زنجبيل فريش، منقطعها بهذا الشكل. إذا ما بتحبوا الزنجبيل الفريش تقدروا ما تستخدموه. أول إشي رح نعمل، رح نعير معلقتين زيت زيتون، رح نحط معلقتين زيت زيتون كبار، أول إشي بنحركهم مع بعض حتى يمتزجوا منيح. هلأ منبلش نضيف البهارات. ضفنا الزنجبيل المطحون والكزبرة، هلأ منضيف البابريكا النوعين، لاحظوا كيف البابريكا بتغير لون هلأ الكاري. هلأ الفلفل والكمون، التومة، بعد ما خلطنا هلأ كل البهارات اللي معنا رح نضيف الزنجبيل الفريش ونقلب. زي ما حكينا إذا ما بتحبوا الزنجبيل الفريش تقدروا ما تضيفوه. هلأ هيك صارت عنا المارينيشن اللي رح نحط فيه الدجاج حاضر. منضيف الدجاج، منقلب فيهم منيح عشان نتأكد انه كل الدجاج صار عليه هذا المارينيشن. هلأ عادة نترك الدجاج منقوع بهذا الصوص لمدة 24 من 8 ساعات ل 24 ساعة، بس لازم نغطيه بكلينج أو بالنايلون ونتركه بالبراد لمدة 8 ساعات أو 24 ساعة. هلأ بعد ما تركنا الدجاج منقوع بالمارينيشن لمدة 24 ساعة رح نحطه بمقلاية هو والصوص زي ما هو بدون ما نضيف أي زيت عشان نقليه على نار واطية. بتقدروا تشوه بالفرن كمان إذا بدكم. هلأ زي ما انتو شايفين لما آخر اشي بلش يستوي الدجاج عنا رح نرش عليه رشة ملح ونتركه عبال ما شوية تنشف عنه الصوص. هلأ صار عنا التندوري تشيكن جاهز، سكبناه بالصحن. تقدروا تقدموا جنبه رز إذا بتحبوا، أو إحنا هون مقدمين خبز التورتيل. صحتين وعافية، ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.